أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. جيمس جيفري يتوعد نظام أسد بعقوبات جديدة، وروس غاضبون من القائمة الأولى. السوريون يطالبون بمحاكمة كل أفراد عائلة الأسد بعد الحكم على رفعت بالسجن 4 سنوات. أحزاب كردية تتفق في المرحلة الأولى من حواراتها على تهميش المكون العربي شمال شرق سوريا. نظام أسد يماطل في مفاوضات السويداء لإجبار المتظاهرين على الرضوخ لشروطه. دولياً، مجلس النواب الأمريكي يؤيد بالأغلبية إدانة إيران والاعتراف بالمعارضة. أهلا بكم مجددا. أكد المبعوث الأمريكي لسوريا جيمس جيفري أن نظام بشار الأسد لن يعود للمجتمع الدولي لا ماليا ولا سياسيا ولا اقتصاديا ولا دبلوماسيا حتى تحل القضية السورية وفقا للقرار الدولي 2254. وأضاف جيفري أن عقوبات بلاده الجديدة ضمن قانون قيصر ليست إلا الدفعة الأولى وسيتبعها المزيد، منوها لاجتماع أمريكي أو لإجماع أمريكي على معاقبة نظام الأسد، ومشددا على أن سياسة بلاده تقضي باللجوء إلى وسائل دبلوماسية واقتصادية قسرية لوقف جرائم نظام أسد ودعم الانتقال إلى حكومة في سوريا تحترم دور القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانه. وفي أول رد روسي على قانون قيصر، أكد مصدر حكومي أن العقوبات الأمريكية على نظام أسد لن تؤثر على التعاون بينه وبين موسكو في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب حسب زعمه. من جانبه، ادعى عضو مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف أن بلاده ستواصل دعمها العسكري والإنساني لنظام أسد وستستمر بدعمه فيما وصفها محاربة الإرهابيين، كما ستعزز وجودها في قاعدتي حميميم وطرطوس. وزعم جباروف أن الولايات المتحدة لن تستطيع ترويع روسيا بعقوبة قانون قيصر. أما نظام أسد فقد أكد مصدر في خارجيته أن الحزمة الأولى من إجراءات قانون قيصر تكشف ما وصفها تجاوز الإدارة الأمريكية لكل القوانين والأعراف الدولية وانحدارها إلى مستوى يلامس سلوكيات العصابات وقطاع الطرق. وادعى المصدر أن تصعيد الولايات المتحدة للعقوبات يضيف بعدا وشكلا جديدا للإرهاب، مهددا الإدارة الأمريكية بما أسماه الجيش الباسل الذي قال إنه لن يسمح لمحترفي الإجرام الأسود بإعادة إحياء مشروعهم المندرج حسب زعمه. يذكر أن الولايات المتحدة أصدرت أول قائمة عقوبات ضد نظام أسد بموجب قانون قيصر، ضمت 39 اسما وكيانا في مقدمتهم بشار الأسد وزوجته أسماء. ومن الأسماء المستهدفة أيضا بالعقوبات أحد ممولي جرائم الأسد محمد حمشو، إضافة إلى فرقة فاطميون الإيرانية. كما ضمت قائمة العقوبات ماهر الأسد مع الفرقة الرابعة والقياديين فيها غسان علي بلال وسامر الدانا. بدوره، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد استمرار العقوبات ضد نظام أسد وداعميه الذين يعرقلون الحل السياسي في سوريا. ينضم إلينا المحلل السياسي ياسر نجار عبر الهاتف معنا من اسطنبول. أهلا بك أستاذ ياسر، كيف تنظر إلى الحزمة الأولى من العقوبات لقانون قيصر؟ مساء الخير لكم ولمشاهديكم. يعني حقيقة ما دعا إليه السوريون منذ اللحظة الأولى منذ عام 2011 إلى تسليط الأضواء على أن هذه العائلة التي تحكم سوريا هي عائلة مافياوية، وهي تقوم بعمليات مافياوية من خلال التستر أحيانا بأسماء زوجاتها وأسماء أولادها وأسماء أصدقائها من أجل سرقة الشعب السوري. هذا السبب الذي دعا المواطنين السوريين إلى الخروج. الآن وبعد 9 سنوات
تصادق الولايات المتحدة الأمريكية على مقولة الشعب السوري منذ البداية. إذن أصبحت الآن الأمور التي طرحها الشعب السوري على طاولة التنفيذ من خلال العقوبات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ومستوى الدول التي يهمها أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن أي إجراءات عقابية باتجاهها. بتصوري هذه العقوبات ابتداء فضحت المسؤول كما ذكرنا، وبتصوري أن بدأت روسيا وإيران يحسبون ألف حساب من أجل أن تستمر مصالحهم من خلال سرقة. صحيح، ولكن أستاذ ياسر يعني كما ذكرت بأنها عائلة مافياوية ولها تاريخ طويل بالتحايل على العقوبات، تارة عبر التهريب بطرق متعددة يعرفها السوريون، هل ترى بأنه أيضا سيتم استخدام هذه الطرق مجددا للتحايل على العقوبات، وكيف ستتصرف الإدارة الأمريكية حيال هذا النوع من التجاوزات؟ يعني في نهاية الأمر كما ذكرتم عائلة مافياوية لا يهمها أن تكون سوريا يعني مقدم لها المسؤوليات على حجم الخبز أو على حجم الموارد المادية. أنا بتصوري هذه العائلة المافياوية حولت كافة أموالها السائلة إلى بنوك في الخارج وبتحت أسماء يعني بعيدة عن إمكانية أن تطبق عليها العقوبات، ولا يوجد أي التزامات لدى هذه العائلة اتجاه الشعب السوري. الشعب السوري الآن يرضخ في ذل في الذل والفقر والهوان، وآخر ما يهمه يعني النظام الأسد أن يكون هناك دعم لهذا الشعب. إذن بشار الأسد سيستغل هذه العقوبات ويقول أن هذه النتائج هي بسبب تطبيق مثل هذه العقوبات ومحاربة المجتمع الدولي له، وبالتالي يظل البسطار والبوط العسكري على عناق الشعب السوري المكلو. أنا بتصوري مثل هذه العقوبات لن تدمر هذا النظام لأنه نجا بفعلته كما يتصور من خلال تهريب أمواله، ولكن هذه العقوبات ستبرر أن النظام لا يقدم أي إجراءات أو أي إمكانيات باتجاه لتخفيف معاناة الشعب السوري، وسيتعذر ذلك يعني حسب حجته أن هذه العقوبات هي التي تحول ما بين تقديم مثل هذه المساعدات. ولكن في نهاية الأمر هناك مصالح دولية أيضا مرتبطة مع وجود بشار. أتكلم على روسيا على وجه التحديد. روسيا لا تستطيع أن تستمر تحت ظل عقوبات وتحت ظل استنزاف للثروات. طب يعني بحديثك عن روسيا أستاذ ياسر، هذا ما سيدفعني أيضا يعني للإشارة إلى أول رد فعل حكومي روسي حول هذه العقوبات، حيث ذكر بأنه لن يؤثر على التعامل بينه وبين نظام أسد. ألا ترى بأنه تحدي للولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني تعودنا أن روسيا يعني تخاطب عبر وسائل الإعلام بلهجة، وهي تخاطب تحت الطاولة من خلال القنوات المباشرة بلهجة أخرى. منذ فترة ليست بالطويلة كان هناك خطاب روسي مفاده عبر نائب وزير الخارجية على أن روسيا مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بحل أي مشكلة، هذا قبل قبيل بضعة أيام من تطبيق قانون قيصر. الآن رفع مستوى الخطاب لا يعني لي أنها هي نتيجة حقيقية لإرادة الروسية. روسيا في نهاية الأمر هي تريد أن تحقق مكاسب، تريد أن تقطف الثمار عملياتها العسكرية في سوريا، وحتى لو كان ثمن بشار الأسد أو غيره من هؤلاء المافيا، ولكن تريد أن يكون هناك ضمانات. طيب أستاذ ياسر، هل ترى بأنه روسيا يعني لن تقف بوجه هذه العقوبات؟ روسيا ستستثمر من الناحية الإعلامية هذه العقوبات من أجل أن يكون هناك مزيد من الضغوطات على بشار الأسد أو امتصاص نقمة الشارع السوري، ولكن روسيا ستستمر بالعلاقة ما تحت الطاولة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية لتجهيز حل ترتضيه الولايات المتحدة الأمريكية ويكون يحقق مكاسب ومغانم روسيا ضمن العملية العسكرية التي قامت بها خلال الخمس سنوات الماضية. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي ياسر النجار، كنت معنا من اسطنبول. طلب السوريون بمحاكمة كل أفراد عائلة الأسد لارتكابها جرائم بحق الشعب السوري منذ 50 عاما. يأتي ذلك بعدما أصدرت محكمة فرنسية قرارا بسجن رفعت الأسد عن بشار 4 سنوات، وقضت المحكمة أيضا بمصادرة جميع الأصول العقارية لرفعت الأسد المعروف بجزار حما في فرنسا والتي تقدر قيمتها ب90 مليون يورو، كما صادرت أحد الأصول العقارية المملوكة له في لندن بقيمة 29 مليون يورو. ويصر رفعة الأسد على ادعائه بأن الأموال التي يملكها كانت نتيجة هدايا كان يتلقاها من إحدى الدول العربية.
أنهى المجلس الوطني الكردي وأحزاب ما يسمى بالوحدة الوطنية الكردية المرحلة الأولى من الحوارات التي أطلق عليها شعار وحدة الصف الكردي باتفاق يشمل تهميش المكون العربي في الجزيرة العربية. وأضاف المجلس أن اتفاقية دهوك عام 2014 حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع تعد أساساً لمواصلة الحوار الجاري، حيث تنص اتفاقية دهوك الموقعة بين ما يسمى حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي على إدارة المنطقة سياسياً وعسكرياً وإدارياً وأمنياً بواقع 40% للاتحاد و40% للمجلس الوطني و20% للقوى المستقلة ومن بينهم المكون العربي. قتل طفل سوري وجرحت والدته برصاص عناصر من الحرس الحدود التركية في منطقة كلس جنوب تركيا. وأوضحت المصادر أن إطلاق النار جاء لإيقاف السيارة بعد ملاحقتها، ما أدى لمقتل الطفل هما مصطفى أصدير من مدينة معرة النعمان بعد تمكنهم من عبور الحدود عن طريق التهريب. يذكر أنه قتل طفل وشاب وجرح 7 آخرون برصاص الجندرمة التركية خلال محاولتهم عبور الحدود الشهر الماضي. وثاق فريق منسق استجابة سوريا خلال الأسبوع الماضي 71 خرقا لميليشيا أسد وحليفها الروسي لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الموقع بين روسيا وتركيا. وقال الفريق إن ميليشيا أسد استهدفت مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في إدلب وفي أرياف حماة وحلب واللاذقية 63 مرة بالمدفعية وراجمات الصواريخ، كما شن 8 غارات بالطائرات الحربية على محافظة إدلب. ووثق فريق منسقو الاستجابة 139 خرقا من قبل ميليشيا أسد على شمال غربي سوريا خلال شهر أيار الماضي، ونزح نتيجة الغارات والقصف الجوي على محافظة إدلب نحو 4300 شخص، بينما بلغت أعداد العائدين إلى قراهم بعد وقف إطلاق النار نحو 143600 شخص. ميليشيا أسد الطائفية قصفت بشكل متكرر القرى والبلدات القريبة من خطوط التماس وخاصة منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث قتل مدنيان وأصيب 3 آخرون بينهم امرأة نتيجة 3 غارات على قرية الموزرة في جبل الزاوية. قالت مصادر محلية في السويداء إن نظام أسد يعمل على المماطلة في المفاوضات الجارية مع وجهاء وشيوخ العقل في المحافظة لإجبار المتظاهرين على الرضوخ لشروطه المتمثلة بوقف الاحتجاجات وعدم رفع شعارات تطالب بإسقاطه. وذكرت المصادر أن المفاوضات ما تزال مستمرة لليوم الثاني على التوالي دون أي نتائج تذكر، في حين تشهد المحافظة نوعا ما من الهدوء وسط انتشار أمني كثيف لميليشيا أسد وأيضا للشبيحة التابعين للبعثيين والذين أسهموا بشكل كبير بالاعتداء على المتظاهرين قبل أيام. خرج أهالي مدينة طفس غرب درعا بمظاهرة جديدة تطالب بإسقاط نظام أسد وطرد الميليشيات الإيرانية من سوريا. وطالب المتظاهرون المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بالانتفاضة، كما نددوا بالواقع المعيشي المتردي. وتشهد محافظة درعا مظاهرات باستمرار لكنها ازدادت مؤخرا تضامنا مع مظاهرات السويداء. أكد الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الساتر خلال برنامج تفاصيل أنه لا يمكن الفصل بين ما يجري في لبنان وبين قانون قيصر المعتمد من قبل الأمريكيين، مشيرا إلى أنه يجب عدم محاسبة جميع اللبنانيين بجريرة حزب الله. كل مجريات الأمور لا يمكن أن يفصل بين ما كان يجري في لبنان منذ فترة وجيزة وبين القانون المعتمد من قبل الأمريكيين ووقع عليه الرئيس ترامب منذ 2019. مهد لهذا القرار بجملة من العقوبات على الساحة اللبنانية، استهدفت كيانات، استهدفت أيضا مصارف، يعني سبق البنك اللبناني الكندي وبعد ذلك بنك جمال وبعد ذلك شركات وكيانات وأسماء وشخصيات
بزعم أن الأمريكي يقول عن هؤلاء أنهم يتعاملون مع المقاومة أو مع حزب الله أو يبيضون أموال بحسب الذريعة الأمريكية، لكن ما ذنب اللبنانيين بأن يعاقبوا بجريرة حزب الله؟ أنتم تقولون تارة تقولون أن هذه الدولة مخطوفة من حزب الله، وتارة تقولون أن هذا الشعب يجب أن يتحرر من حزب الله، فكيف يمكن أن يتحرر هذا الشعب من حزب الله؟ وأنتم تفرغون البلد الآن من السيولة النقدية للدولار وتفرضون حصارا عليه، وأيضا ترفعون قيمة الدولار مقابل الليرة اللبنانية أسوة لما يجري في العراق وفي اليمن وفي إيران على حد سواء. هذا الأمر بالنسبة لحزب الله يرى أن هذا الأمر هو مسلسل، وأن هذا الأمر هو سلسلة يعني حلقة من السلسلة التي تقوم بها الإدارة الأمريكية، سواء بالنسبة للبنان أو بالنسبة لسوريا أو بالنسبة لإيران، لا فرق عند حزب الله في مثل هذا. وأكد المحلل السياسي توني بولوس أن خطاب حسن نصر الله موجه إلى بيئته ومحاولة منه لاستنهاض جماعته وإيهام الرأي العام اللبناني بالوقوف معه. فعلا هذا الخطاب يعني كان على ما يبدو موجها لبيئته ومحاولة منه الاستنهاض مجددا، وكأنه إبرة مورفين تعطى للرأي العام لإقناعه بنظريته وأنه فعلا المخلص أمام، ونحن على مشارف الانهيار الكبير، ونحن أمام انهيار كبير جدا. نتحدث عن مجاعة في لبنان. حسن نصر الله يريد إيهام الرأي العام اللبناني أنه بالتفاف حوله يعني بتطبيق نظرياته الاقتصادية وولاء الشعب اللبناني بشكل كامل وأكبر لإيران، فهذا القانون يتعلق بلبنان بشكل كبير جدا. النقاط الأساسية، هو بالأساس ليس موجه لبنان، ولكن عملاء النظام في لبنان لهم تأثير كبير جدا. حزب الله الذي يقاتل إلى جانب هذا النظام ويقتل الشعب، يقتل الشعب السوري، هو شريك لهذا النظام. سطوة وسيطرة ميليشيات حزب الله على السلطة في لبنان ونظام الأسد استجلبت هذه العقوبات إلى لبنان. نصر الله نفسه يعرف أن هو من يمنع الاستثمارات، هو من هرب رؤوس الأموال، وهو من حاصر لبنان، وهو من وضعه في هذا الموقع المعزول عن محيطه الإقليمي العربي والدولي. وقال الكاتب السياسي أسعد بشارة أن حسن نصر الله يريد أن يعيد اللبنانيين إلى الوراء، وهذا عكس النموذج اللبناني الذي يعتمد على السياحة وعلى نظام المدفوعات. ما سيستم المقايضة، هذا موضوع كان بالعصر الحجري، أول ما بدأ الإنسان يجتمع في قرية وعائلة ومدينة كان يعتمد المقايضة، فيريد أن يعيدنا 10,000 سنة إلى الوراء، وهذه عكس وظيفة ودور ونموذج لبنان. لبنان هو بلد خدمات، لبنان هو بلد السياحة، هو بلد يعتمد اقتصاده قبل أن يسرق وأن يصبح ضحية لنفوذ إيران في المنطقة، يعتمد اقتصاده على نظام المدفوعات. يعني قانون قيصر هو، سأخالف هنا الرأي، هو لمصلحة لبنان، لأنه يساعد على تحقيق السيادة اللبنانية عبر ضبط المعابر، التهريب طبعا سيزيد التهريب الآن بقرار وبغطاء رسمي، لأن لبنان الرسمي هو بيد حزب الله، طبعا كله تحت رعاية حزب الله، لأن حزب الله هو من يمنع الدولة اللبنانية من إقفال هذه المعابر، هو له تجارته الخاصة أيضا. إذا التزم لبنان بفصل نفسه عن أجندة حزب الله في التضحية بلبنان لأجل النظام السوري، قيصر هو لمصلحة لبنان. أيدت غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي قرارا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يدعم مطالب المعارضة الإيرانية ويدين الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية، ويقدم القرار الذي يدعمه 221 من المشرعين يقدم الدعم لخطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تحت قيادة مريم رجوي من 10 نقاط لإيران المستقبلية. كما يعترف القرار بسلسلة هجمات إرهابية على أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والنشطاء الآخرين في أوروبا. سقطت 4 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد بالقرب من السفارة الأمريكية. وقالت المصادر إن هذا الهجوم هو الخامس من نوعه خلال 10 أيام، حيث سمع دوي 3 انفجارات تبعه صوت صفارات إنذار
في المنطقة الخضراء، ولم يعرف ما إذا خلف الهجوم ضحايا أو أضرار. يأتي الهجوم الأخير بعد سلسلة حوادث مشابهة بما فيها هجوم صاروخي على قاعدة ضمن مطار بغداد الدولي. وفي 13 من حزيران استهدف هجوم صاروخي قاعدة شمال بغداد تتمركز فيها قوات تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. أعلن مجلس الأمن الوطني الأمريكي أنه يجب التوصل لاتفاق عادل قبل ملء سد النهضة. وقال المجلس إن 275 مليون شخص شرق أفريقيا تعتمد حياتهم على النيل. كما أضاف أن على إثيوبيا إظهار حسن القيادة في أزمة سد النهضة. إلى ذلك طمأن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس بأن الجانب الفني لمفاوضات سد النهضة مسنود بالجهاز التنفيذي، داعيا القوى السياسية والأحزاب والشارع السوداني إلى الاصطفاف خلف موقف بلاده. قال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري إنه على الدولة والحكومة اللبنانية أن تقرر ماذا ستفعل بشأن قانون قيصر الأمريكي. وأضاف الحريري أن أي دولة تريد أن تتعامل مع سوريا سواء كانت أوروبية أو إفريقية أو آسيوية وكل العالم سيطبق بحقها قانون قيصر، وعلى هذا الأساس ستقع عليها العقوبات. وتابع الحريري هذا القانون أقر منذ 6 أشهر وربما أكثر، والآن حان وقت تنفيذه، ويجب على الدولة اللبنانية البحث في كيفية التعامل مع تداعياته لأن القانون ليس لبنانيا. وجهت باكستان اتهاما مباشرا للهند بانتهاك وقف إطلاق النار في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين دون مبرر وقتل 4 مدنيين. وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن القوات الهندية قامت بانتهاكات غير مبررة لوقف إطلاق النار في قطاعي نيكيال وباكسار على طول خط المراقبة، واستهدفت السكان وقتلت 4 أشخاص أبرياء بينهم امرأة وجرحت آخر. نشرت كوريا الشمالية جنودها في نقاط المراقبة الواقعة في الجانب الشمالي من المنطقة منزوعة السلاح بعد أن ظلت هذه النقاط خالية بموجب الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين. وسبق أن أعلن الجيش الكوري الشمالي أنه سيشغل نقاط المراقبة في المنطقة منزوعة السلاح وسيعمل على تعزيز مستوى الحراسة في الجبهة الأمامية. بدوره حذر الجيش الكوري الجنوبي كوريا الشمالية بأنها ستدفع الثمن إذا اتخذت خطوات عسكرية ضد الجنوب. المزيد من الأخبار دائما على منصات أورينت، على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا على orient-news.net. شكرا لطيب المتابعة وبأمان الله.